شكرا لك رضا، واللقاء يتجدد بك في تمام الرابعة. إذن في كما أشرنا في العناوين، تعد السياحة والصناعة التقليدية رافدا مهما لتحقيق التنمية المستدامة نظرا لما تتوافر عليه الجزائر من متاحات سياحية نادرة. الأرقام تدلل على أن أرقاما كبيرة تتحقق على الأرض، لكن مساهمة القطاع في الدخل الوطني تبقى متواضعة. ماذا تحقق خلال البرامج السابقة؟ كيف أداء مؤسساتنا السياحية ومدى تنافسيتها؟ وما الحلول المتاحة للإقلاع بالقطاع الذي يعد حيويا ومستقبليا قبل نفاذ النفط؟ أتشرف للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بحضور معالي وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد. مرحبا بك سيدي. شكرا جزيلا على الدعوة. مرحبا. كل جزائري لما يتناول قطاع السياحة يقول بأن هناك إمكانات كبيرة، لكن الأرقام تبقى شوية متواضعة، كيف تفسرون ذلك مع الوزير؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. يجب الإشارة أولا إلى أن الوجهة السياحية الجزائرية في طور الإنجاز، في طور البناء. نحن بصدد إذن بناء وجهة سياحية بجميع مكوناتها ومواصفاتها. ما يجب أن نقول هو أن والحمد لله الجزائر عبارة عن أقاليم سياحية ولا أروع، أقاليم ومادة خام متواجدة نادرا ما نصادفها في بقع أخرى، ولكن المادة تنتظر من يحولها إلى منتوج، وبالتالي هو ما نعمل له وعليه بمعية محترفي القطاع. هناك مخطط توجيه للتهيئة السياحية مصدق عليه من طرف الحكومة الجزائرية، هناك مخططات توجيهية ولائية خاصة بمختلف ولايات الوطن. أنا أظن بأن الجزائر في أحسن رواق. لماذا؟ لأننا بإمكاننا انتهاج الآن ما يعرف بخطة أو استراتيجية مبنية على ما يعرف بمبدأ البنش ماركينج، أي نسخ ما وفق في وجهات أخرى، وتفادي الأخطاء وتفادي الإخفاقات التي سجلت على مستوى الوجهات الأخرى. وبالتالي بدلا من خوض مغامرة المنافسة، العمل على النهوض بوجهة أصيلة، وجهة لها خصوصيات، لها هوية. نعم، مع الوزير في الحديث عن الإنجازات، يعني الكثير من يرى بأن هناك الكثير من الإنجازات الضخمة في قطاع السياحة، فنادق من 5 نجوم عالية، وبالتالي ليست في متناول كل الجزائريين، يعني طبقة معينة فقط، نظرا للورشات التي فتحت، وبالتالي رجال الأعمال الأجانب والمحليين لابد لهم من هذا النوع من الفنادق. طبعا كيف نستطيع أن نقول أو نعطي ربما سقف زمني للمشاريع الأخرى كي تصبح هذا النوع مثلا من فنادق نجمتين أو 3 نجوم وغيره في متناول الكل؟ أولا يجب الإشارة إلى أن الفنادق ذات الطراز العالي موجهة خصيصا للنوع السياحي المعروف بسياحة الأعمال، بالتالي ما نعمل له أيضا هنا هو تنويع العروض وتنويع الأنماط والأشكال السياحية. فالمخططات التي تكلمت عنها في بداية مداخلتي تعمل على إذن تخصيص استثمارات تتماشى ونوعية المحيط الذي يحتضنها. فعلى سبيل المثال مؤخرا كنت في ولاية ورقلة ولاحظت حينها أن المخطط الولائي بدأ يتجسد على أرض الواقع، بما أن على سبيل المثال منطقة حاسي مسعود تستقبل استثمارات فندقية ذات طراز جد عالي، منطقة توغورت تستقدم استثمارات عائلية، وبالتالي معروفة تقول بأنها تسوق منتوجات عائلية بحكم زاوية تيجانية، بحكم منطقة تيماسين. منطقة ورقلة هناك مشاريع ذات أنماط صحراوية محضة، وبالتالي هناك تنوع. أنا ما أقوله هنا هو أنه سوف نحن بصدد تشجيع الاستثمارات المتنوعة، لأننا يجب أن لا نكتفي بسياحة الأعمال، يجب أن نفعل السياحة الحموية، السياحة الثقافية، السياحة الثقافية، السياحة الجبلية إلى آخر ذلك، والدينية والساحلية إلى آخر ذلك. نعم. طبعا ربما هذا خلق الجزائر يعني وما أكبرها، يعني خلقتنا إحراج أمام هذا التنوع الكبير الذي لا تتوفر عليه كل الدول. فقط مع الوزير أريد أن أعرف منك فقط، هل هناك حصيلة لموسم السياحة الشتوية لحد الآن؟
طبعا فيما يخص السياحة الشتوية سجلنا 127 ألف سائح على مستوى 5 ولايات صحراوية، منهم 6000 سائح أجنبي وما تبقى سواح وطنيين. نعم. هناك انتعاش محسوس جدا للسياحة الداخلية، لأن أولوية الحكومة كانت خلال هذه السنة تفعيل السياحة الداخلية، خلق سوق سياحي وطني، وهذا بإشراك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالخدمات الاجتماعية لمختلف القطاعات، بإشراك مختلف قطاعات النقل لا سيما شركتا النقل الجوي التاسيلي والجوية الجزائرية. إن هناك تنسيق وطيد بين مختلف القطاعات من أجل دفع وتيرة هذا القطاع الأفقي الذي يحتاج لا محالة إلى دعم جميع القطاعات المعروفة بقطاعات عمودية. نعم، معالي الوزير، مقارنة بمواسم سابقة هل فيه ارتفاع انخفاض تراجع لمستوى السياحة الشتوية؟ هناك ارتفاع محسوس لا سيما فيما يخص تدفق السواح المحليين، ارتفاع محسوس جدا. نعم. على مستوى ولاية الجنوب والجنوب الكبير هناك طلب متزايد، وعلينا أن نجعل العروض تواكب هذا الطلب. نعم، لما نضع الخارطة أكيد أن هي واحدة من شغلاتك، يعني أنت كالرجل الأول في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، لما تضع خارطة السياحة في الجزائر من هي الأماكن أو الولايات أو المناطق إن صح التعبير الأكثر تقدما في المجال السياحي من حيث الخدمة، الهياكل وحتى المحفزات التي تجعل منها يعني في الصدارة؟ بدون أي تردد أقول التسهيلي. التاسيلي ناجير، التاسيلي هوغار، شانات على سبيل المثال. نعم. لأنها مواقع سياحية أولا فريدة من نوعها على المستوى العالمي، شيء مهم جدا أن يشار إليه ويشار إليه كلما أتيحت لنا الفرصة. ثم المناطق الجنوبية لا تحتاج إلى مشاريع استثمارية بالإسمنت والخرسان، بل تحتاج إلى مشاريع صحراوية محضة تستعمل مواد بناء محلية لا تخل بالمحيط الهش، وبالتالي هناك أيضا على مستوى هذه المناطق وكالات سياحة وأسفار ذات احترافية عالية جدا بحكم احتكاكهم مع السواح الأجانب والتجربة التي أقول جانات وتمنراسة أدرار فيما يخص السياحة الصحراوية. هناك أيضا ولايات عرفت تألقات كبيرة، أعطيكم مثال، كنت في الأسبوع الماضي في ولاية وهران. نعم. الولاية التي قفزت من أقل من ألف سرير في 2004 إلى أكثر من 14,000 سرير في 2014. نعم. مع العلم أن هذه الولاية تسجل حاليا أكثر من 7,000 سرير إضافي في طور الإنجاز. أن هناك تألقات هناك، ولكن ما يجب الإشارة إليه دائما وما يجب التذكير به هو أن هذه التألقات أصبحت ممكنة بحكم القفزة النوعية الكبيرة التي عرفتها بلادنا فيما يخص جميع الميادين الخاصة بالبنية التحتية. نعم. فالطرقات، فقطاع الأشغال العمومية بطبيعة الحال، فالموارد المائية، فالطاقة، كل هذا إذن يستفيد منه بالأولوية القطاع السياحي. نعم، توضعون في الواجهة لما نسأل عن قطاع السياحة، لكن أنتم يعني كما أشرت قبل قليل إلى أنكم تحصدون ثمار جهود قطاعات أخرى. طبعا. هل هناك خلل بين هذا القطاع إن صح التعبير، لأنكم توضعون بالكثير من الأسئلة حول مثلا إذا كان البيئة، الجماعات المحلية، الأشغال العمومية، قطاع النقل، تذاكر السفر مثلا، الكثير من الأسئلة تطرح مباشرة إلى وزارة السياحة. طبعا أقول لكم أن الحكومة الجزائرية وضعت في قلب انشغالتها القطاع السياحي كبرنامج أولوي، ولكن من أجل هذا قمنا بإنجاز كما قلت مخطط توجيه للتنمية السياحية. من بين ديناميكياته هناك ديناميكية تسمى السلسلة السياحية. نعم. ما معنى السلسلة السياحية؟ معناه أن السياحة عبارة عن 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 سلسلة فيها روابط، وبالتالي علينا تفادي الرابط الهش، وليس هناك والحمد لله رابط هش بأنه لأنه هناك تنسيق وطيد بين جميع القطاعات. فتكلمت لكم عن التخفيضات التي قامت بها شركة طيران الجوي التاسيلي
والجوية الجزائرية وصل إلى حد 50% في سعر التذكرة. ورغم ذلك في التذكرة مثلا ما يزال الرقم كبير جدا مقارنة بالكثير من المناطق السياحية اللي في دول الجوار. هي مبادرات نعم. هي مبادرات والمجهودات متواصلة نعم. لأن علينا أن نخلق إذن الحاجة، ولما نخلق الحاجة فالهيكل يأتي بصفة تلقائية نعم. بمعنى آخر ليس الهيكل الذي يأتي بالحاجة بل الحاجة هي التي تأتي بالهيكل. سوني با لورغان كي في لو سكي كري لو بيزوان سي لو بيزوان كي كري لورغان. قبل قليل أعطيت نموذج من وهران هو فيه وعاء فندقي. تطور الوعاء الفندقي في الجزائر يعني كيف هو من غير هذا القطب الذي وصفته أنه سيتحول إلى قطب خارج الولاية وهران، ولكن يعني بشكل عام جهة الغرب الجزائري تتحول؟ طبعا هناك على المستوى الوطني هناك قرابة 99 ألف سبيل نعم. في طور الاستغلال مستغلة على المستوى الوطني موزعة على حاليا. وهناك أيضا أرقام مهمة جدا فيما يخص شطر الاستثمار، حيث أن حاليا أيضا هناك أكثر من 51 ألف سرير في طور الإنجاز، وتعرف وتيرة تقدم أشغال تفوق 50%، وبالتالي سوف تعزز الحاضرة الفندقية في السنوات القادمة. ولكن هذا لا يكفي، لأننا كما قلت أولا علينا تنويع العروض، وثانيا علينا العمل على خوض تحدي النوعية. ولهذا بادرت الحكومة الجزائرية بإعطاء أولية قصوى للتكوين لإعادة التأهيل للرسكلة، لأننا إيماننا قوي بأنه الوجهة السياحية التنافسية مرهونة بيد عاملة مؤهلة بموارد بشرية في المستوى، لأن القطاع السياحي قطاع خدماتي والإنسان يأتي في قلب القطاعات الخدماتية. نعم، في صميم الاهتمام أيضا لقطاع الخدمات. مدام فتحنا الحديث عن ورشات قطاع السياحة، الحديث أيضا عن الاستثمارات المتواجدة حاليا، يفتح النقاش حول شقين في الاستثمار المحلي والخارجي. حصة الاستثمار الخارجي في قطاع السياحة، هناك حوالي 5 مشاريع أجنبية من شأنها إذن تعزيز الحاضرة ب4000 سرير إضافي. نعم. إميرال على سبيل المثال على مستوى سيدي فرج، هناك في سكيكدا مشروع جزائري سعودي أيضا تراست، هناك بعض المشاريع الأجنبية، هناك طلبات أيضا. فيما يخص الشق الوطني هناك انتعاش قوي جدا، ويجب أن أذكر بأن على المستوى الوطني هناك تألقات كبيرة، الاستثمارات تحسنت بشيء بصفة جميلة جدا، وكأن المستثمرين الجزائريين بحكم تنقلاتهم بحكم إذن تكنولوجيا إعلام الاتصال التي تجعل كل ما يجرى هنا وهناك في متناولهم، إذن عملوا على إطفاء النوعية التي ما أحوجنا إليها من أجل دفع وتيرة القطاع. نعم، في الحديث عن دفع وتيرة القطاع أنا أيضا أفتح معك نقاش حول مناطق التوسع السياحي طبعا. التي يعني أثرت كثير من يعني من الاهتمام لدى الخاص والعام، وطبعا الدولة الجزائرية فتحت هذا الموضوع من أجل دفع هذا القطاع. إلى أين وصل الملف مع الوزير؟ هناك عدة إجراءات اتخذت من طرف دائرتنا الوزارية. نعم. آخرها كانت تحرير بين قوسين أكثر من 130 مشروع على مستوى مناطق التوسع السياحي، وبالتالي وضعها في متناول السيدة والسادة الولات من أجل منح حق امتيازها للمستثمرين. ونحن الآن بصدد إذن تحضير إذن فوش ثاني من الوعاءات العقارية من أجل إذن تفعيل الاستثمارات على مستوى مناطق التوسع السياحي. ولكن يجب الإشارة هنا بأن 90% قرابة 90% من مناطق التوسع السياحي كائنة على مستوى المناطق الساحلية أو الشبه الساحلية. نعم. وبالتالي علينا أن ننتهج على مستوى هذه المناطق خطة استثمارية تتماشى ونوعية النشاط السياحي الموسمي الذي تشهده الولايات الساحلية. وبالتالي نحن أيضا في صدد تصنيف مناطق توسع سياحية جديدة، ولكن تصب في إطار تفعيل سياحة مستدامة لا تتأثر بالمواسم ولا تتأثر بالمناطق. بالتالي نشاطات سياحية موزعة على جميع المناطق على جميع ربوع الوطن، ونشاطات سياحية إذن ليست مرهونة بموسم الاستياف على سبيل المثال أو الموسم الصحراوي، ومن شأنها إذن
تفعيل نشاطات على مدار السنة على غرار السياحة الحموية. نعم هذا جانب، لا تكمل السياحة إلا بالحديث عن الصناعة التقليدية طبعاً. ورشة كبيرة وكبيرة جدا كانت تابعة لقطاع الصناعة، الآن صارت طبعاً. تحت وصايتكم، وفيه نظرة تكاملية بين القطاعين. طبعا لا سياحة بدون صناعة تقليدية. الملف المطروح لديكم يعني الإنجاز، هناك إنجازات طبعاً. نحب نعرف شوية من العوائق أو شيء من اهتمامات مع الوزير لكي نطوي ملف الصناعة التقليدية. نحن نريد كما تفضلتم سيدي الكريم، نريد النهوض بوجهة سياحية تنافسية ولكن في نفس الوقت تتميز بهوية. نعم. والصناعة التقليدية أجمل فضاء من شأنه إضفاء الهوية على الوجهة. نعم. بالتالي نعمل على إشراك قطاع الصناعة التقليدية في دفع وتيرة القطاع السياحي بإضفاء الهوية على المستوى المناطق لكل منطقة اختصاصات في الحرف في الصناعة التقليدية، ونعمل على إشراك هذه الحرفيين في مع حاملي المشاريع الاستثمارية من أجل تمكينهم أولا من خلق مناصب شغل، وثانيا المساهمة والمشاركة في الإنجازات بإضفاء خصوصيات نوع من التميز، لأن يجب أن يعلم العام الخاص بأن السائح لما يختار التوجه لمنطقة ما يريد مبيت في المستوى محلي مأكولات محلية، طبخ محلي، ثقافات محلية، يريد التعرف على ثقافات أخرى، وبالتالي علينا أن نعمل على إبراز الخصوصيات في مجال الصناعة التقليدية. نعم. يجب أن أذكر بأن الحكومة لم تدخر أي جهد من أجل مساندة الحرفيين، على سبيل المثال فيما يخص الدعم المباشر. نعم. قمنا بإعطاء الموافقة ل 1500 ملف، أي 1500 حرفي بقيمة مقدرة بأكثر من 51 مليار سنتيم. نعم. مؤخرا، وهناك المئات من الملفات في الدراسة حاليا من أجل تدعيمه دون أن أتطرق إلى الدعم الغير المباشر الذي يخص إشراك الحرفيين في الصالونات. نعم. التكوين من أجل العمل على تفادي اندثار بعض الحرف، هذا من بين أكبر الإشكالات التي يعاني منها الحرفي الجزائري وحتى في المستوى الخارجي، يعني لكل من الدول الشقيقة أو الدول المنافسة للجانب السياحي في المنطقة المتوسطية، هنا يطرح إشكال تسويق هذا المنتج للخارج. طبعاً. هل هناك إجراءات لدعم هؤلاء الحرفيين كما أشرت قبل قليل قبل اندثار هذه الصناعة؟ طبعا سؤالك موجه جدا. قلت بأن السياحة أجمل فضاء لتسويق المنتوجات السياحية. كيف ذلك؟ أولا بإشراك الحرفيين في مختلف التظاهرات السياحية، سواء كانت محلية، جهوية، وطنية، وحتى دولية. فلم تشارك الجزائر في صالون دولي للسياحة دون إشراك وإسهام الحرفيين من أجل التعريف، إبراز وتسويق منتوجاتهم، ولما لا الظفر بسوق أو بعقود مع مماثليهم الأجانب. نعم. وهذا تحت غطاء بطبيعة الحال الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. غياب فضاءات للترويج لهذا أو فضاءات للحرفيين لتسويق، على الأقل تسويق الداخلي، فضاءات هذه هل للوزارة مثلا ربما مساعي في هذا الاتجاه؟ هناك فضاءات عديدة وعديدة جدا، فضاءات متمثلة في مختلف المعارض. نعم. والصالونات المحلية للصناعة التقليدية. وهنا ففي 2013 سجلنا أكثر من 103 تظاهرة. نعم. للصناعة التقليدية من أجل تمكين إذن الحرفيين من تسويق منتوجاتهم. هناك أيضا مساعي أخرى تتمثل في العمل على سبيل المثال تحسيس وكالة السياحة والأسفار الفنادق، إجبار الفنادق على تخصيص فضاء جناح أو كما يعرف واجهة من أجل عرض منتوجات الصناعة التقليدية، وكل هذا من أجل تمكين الحرفيين من كما قلت تسويق منتوجاتهم، وأكثر من هذا المحافظة على هذا الإرث. طبعا مع الوزير فيه هناك في التعليقات الصحفية يصنفونكم على أنكم الأكثر استعمالا لمواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهذا ربما يعني عامل نريد فقط أن نعرف من حضرتك لماذا هذا الاستعمال الكبير لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة وأنت تشرف على واجهة من واجهات الجزائر اللي هي السياحة. هو
وكيف لا نستعمل إذن تكنولوجيا إعلام الاتصال. نعم. ونحن اليوم نعيش إذن قرن السرعة، فاليوم كل شيء يحدث على مستوى الشبكة العنكبوتية. اليوم أكثر من 70% من الأصفار تباع عن طريق الإنترنت. نعم. اليوم أخذ القرار من طرف السائح اليوم يؤخذ على مستوى بعض المواقع المختصة، بعض المواقع الإلكترونية المختصة في حجز الفنادق، والتي تعطي للسائح، للمستهلك، للزبون فضاء من أجل الإدلاء عن رأيه عن انتقاداته. وبالتالي أنا أقول اليوم بأن الحضور الحقيقي والتواجد الحقيقي لا يقتصر على الحصول على انغوجيت دو كوميرس، سجل تجاري، بل الحضور والتواجد الحقيقي هو الحضور على مستوى الشبكة العنكبوتية. بمعنى آخر، أنا موجود، أنا حاضر على مستوى الشبكة العنكبوتية، إذن أنا موجود، والعكس صحيح. نعم. الوزارة حاليا تقوم وتعكف على تحسين قانون الوكالة السياحية. ما الجديد هذا القانون مع الوزير؟ طبعا الحكومة الجزائرية إذن قررت إذن تعديل القانون الذي يسير وكالات السياحة والأسفار. نعم. لأن اليوم علينا أن نواكب العصر، فالوكالات السياحية العالمية كلها، بما أنكم تطرقتم لموضوع التكنولوجيات إعلام الاتصال، كلها تستعمل إذن تكنولوجيات حديثة. اليوم التسويق يكون عبر الإنترنت، اليوم هناك صيغ جديدة فيما يخص التسويق السياحي. اليوم فبركة المنتوجات السياحية تغيرت، فسياحة السبعينات لم تعد سارية المفعول، وبالتالي سوف نضفي على هذا القانون حدث شيء من الحداثة. سوف نجعل هذا القانون يواكب العصر، سوف نتحول تدريجيا نحو الوكالات السياحة الافتراضية، سوف نتحول تدريجيا نحو التسويق الإلكتروني. لأن كل هذا علينا أخذه بعين الاعتبار فيما يخص إعادة أو تعديل القانون المسير لوكالات السياحة والأسفار. نعم. في الحديث عن ورشتكم أيضا، إلى أين وصل مشروع فتح الاستثمارات الجديدة الخاصة بالقطاع، سيما إنجاز مركبات عائلية على مستوى 14، على ما تذكر 14 ولاية ساحلية. جميل. هذا يدخل في إطار إذن تحضير موسم الاصطياف 2014، حيث نعم. عملنا على بمعية السيدة والسادة ولات 14 ولاية ساحلية. نعم. على تخصيص فضاءات وعقارات من أجل احتضان مخيمات سياحية عائلية ذات جودة. مهم جدا. نعم. أن أشير إلى الجودة من جهة، من أجل إذن السد من العجز المعروف والمسجل خلال الموسم، ولكن من جهة أخرى من أجل إعادة زرع ثقافة التخيم لدى العائلة الجزائرية، وبالتالي تشجيع الاستثمارات الموسمية التي تتماشى وتواكب السياحة الموسمية. نعم. هناك هذا المشروع الذي هو سالم المفعول، نأمل أن نستلم على الأقل مخيم نموذجي في كل ولاية ساحلية، وسوف نعمل على تعميم هذه العملية خلال المواسم القادمة. هناك أيضا مشروع مهم جدا يتعلق بالإيواء عند الساكن. إذن هذا دخلت معنا مباشرة في الإجابة عن جديد موسم 2014. أوكي، تفضل دكتور. شكرا. تفضل. إذن فيما يخص موسم الاستياف دائما، نحن في صدد إنجاز خلق صفحة إلكترونية موجهة خصيصا لعملية الإيواء عند الساكن، لو سيجور شي لابيتون. سوف نعطي لأصحاب الشقق المتواجدة على مستوى الشريط الساحلي فضاء سانح من أجل إرسال إعلاناتهم والتعريف بشققهم، صور، مساحة، عدد الغرف إلى آخر ذلك، ومن أجل إذن الترويج لهذه الصيغة التي هي مهمة جدا، لأنها من جهة تساهم في تقليص العجز المسجل في هياكل الإيواء، ولكن من جهة أخرى تعطينا هياكل الإيواء تتماشى تماما ومتطلبات العائلة الجزائرية التي تفضل كلا الشقق
على المكوث في الفنادق. مع الوزير، لماذا اللجوء لهذا الخيار وتقديم، لاحظ أنه أن قدمت في إجابتك في ندوة صحفية في وهران أنك قلت نقدم هذه الخدمة بالمجان دون اللجوء إلى ضرائب، والحال أنه في وكالة سياحية وحتى وكالة يعني العقارية تقدر تقوم بهذا الشغل. نحن نريد تشجيع هذه الصيغة لأنها غير معروفة على مستوى. هم منزعجين من هذا القرار. أنا أقول لكم بأن سوف ندرج على مستوى الصفحة الإلكترونية، سوف ندرج المنشور الوزاري المشترك الذي يسير مثل هذه الهياكل، والذي لا يشير تماما إلى أي نوع من الضريبة. في مشاريعكم الكبيرة جدا هو حرصكم على وضع مخطط نموذجي للسياحة في الجزائر يختلف عن تماما عن دول الجوار. أنا سأترك لك مع الوزير الإجابة لثلاث دقائق للحديث عن ملامح هذا المخطط. طبعا إذن هو الخيار الذي اتخذناه هو العمل على النهوض بوجهة ذات تميز، لأننا لا نريد المنافسة. لدينا من المؤهلات السياحية التي تفضلتم بها في البداية ما يمكننا إذن من النهوض بمنتوجات أصيلة، منتوجات لا يمكن استهلاكها إلا في الجزائر، وبالتالي سوف نعمل على إبراز الخصوصيات. فعلى سبيل المثال سوف نجعل الاستثمارات تتماشى و نوعية المحيط الذي يستضيفها ويستخدمها ويستقبلها. سوف نعمل على سبيل المثال في ولاية بلعباس، أعطيكم أمثلة ملموسة في ولاية واحدة بلعباس من أولى ثمار هذا السياسة. طبعا العينة مشروع ما يعرف باللغة الأجنبية جلومبينج. ما هو الجلومبينج؟ هو مزيج بين المخيم entre le camping et le glamour. خيمة، ولكن على مستوى الخيمة هناك كل ما يحتاج إليه السائح من 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 رفاهية. نعم، مزيج بين الرفاهية والأصالة. هناك أيضا على مستوى ولاية ورقلة مشروع جميل جدا عمد صاحبه إلى خلق 26 أو 28 غرفة على شكل كهوف. نعم، كهوف، بالتالي يعطي للسائح نوع من الأصالة، نوع من الـ من الـ اوريجينال. نعم، وبالتالي سوف نعمل على تشجيع مثل هذه المبادرات، لأن الجزائر والحمد لله قارة، وبالتالي يمكن في وقت وجيز جدا استهلاك منتوجات لا يمكن مصادفتها في نفس البلد. فالسياحة الشتوية والسياحة الجبلية والسياحة الساحلية والسياحة الحموية في الجزائر كلها متقاربة، وبإمكاننا إذن النهوض بوجهة جزائرية محضة أصيلة متميزة. نعم، ودائما فقط دائما يطرح فكرة السعر هو الذي دائما يعني كبير وغير متحكم فيه، وبالتالي ربما الكثير من الجزائريين يلجؤوا إلى الخارج بدل الداخل. في هذه النقطة فقط مع الوزير، هل من إجراءات ربما لنحفز على الأقل كمرحلة أولى السياحة الداخلية ومعدها نمشي للسياحة الخارجية؟ طبعا فيما يخص السعر هو موضوع نتحكم فيه بحكم قانون العرض والطلب، قانون نعم. السوق، وبالتالي ولكن الفنادق نتوعنا يعني عندهم دي بريفيكس يعني لا هناك 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 بوادر تطور. نعم، هناك مسيرين ذو كفاءة عالية علموا بأن لا أسوق ليلة في فندق كما أسوق سلعة. نعم، السلعة إذا لم أسوقها اليوم أخزنها وأسوقها وأبيعها غدا. لكن ليلة في فندق إذا لم تسوق اليوم ضاعت واندثرت، وبالتالي من الأفضل تسويقها بنصف قيمتها. أحسن من عدم تسويقها. نعم، لأن هناك تسويق سياحي محض، وهناك مسيرين ملمين بهذا التسويق. قانون السوق، قانون العرض والطلب، مهم جدا أن نشجع الاستثمار، لأن الاستثمار سوف يخلق المنافسة. نعم، والمنافسة سوف تخلق إذن أولا استقرار الأسعار، وثانيا تحسين نوعية الخدمات. وعليه نلاحظ على بعض الولايات التي عرفت قفزة. نعم، في عدد الفنادق نلاحظ بوادر استقرار أسعار، ولكن أهم من هذا نلاحظ تحسن كبير في نوعية الخدمات. متفائل جدا مع الوزير في الموضوع هذا. وكيف لا أتفائل وأنا موجود في بلد مثل الجزائر. شكرا جزيلا لك محمد أمين حاج سعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، على تلبية دعوة برنامج أخبار الظاهرة. نلتقي بك إن شاء الله في مواعيد أخرى. إن شاء الله، بارك الله. أهلا بك. شكرا.